ورحمة الله وبركاته، معاكم مس نشوى فريد مدرسة علوم وساينس. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الرابع لرابعة ابتدائي. الدرس الرابع بيتكلم عن التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية. طبعا اللي فاتوا الفيديوهات اللي فاتت يقدر يرجع لها، احنا خلصنا الدرس الأول والتاني والتالت. أما الدرس الرابع بيتكلم عن التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية. ايه الفرق بين التغيرات الفيزيائية للمادة والتغيرات الكيميائية؟ لو جينا مثلا هنتكلم اول حاجه، يعني مثلا جينا اتكلمنا عن احتراق الشمعه مثلا، او ذوبان الشمعه، او احتراق الفتله بتاعه الشمعه، او احتراق الكبريت. عايزين نعرف ايه الفرق بينهم، يعني ايه تغيرات فيزيائيه ويعني ايه تغيرات كيميائيه. لما بتكلم عن التغيرات الفيزيائيه، هو بيكون تغيرات التي تحدث في الشكل الظاهري وليس في التركيب. اي تغير يحدث في الشكل وليس في التركيب بقول عليه تغيرات فيزيائيه. يعني ايه؟ طبعا هو اللي هيفهمني اكتر الامثله. لو جينا جبنا كاس وحطينا فيه تلج وحطيناه على النار، هنبص نلاقي ان التلج هيسيح، او حتى من غير النار التلج هيسيح. طيب ذوبان التلج دوت ان التلج تحول من او الماء اتحول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، وده بيعتبر تغير فيزيائي. ليه تغير فيزيائي؟ لان الميه اتغيرت شكلها بس من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، ولكن ما اتغيرش تركيب الميه، يعني الميه ما اتغيرش طعمها، المية بس اتغير ايه؟ اتغير شكلها بقى من الصورة الصلبة الى الصورة السائلة. طيب جينا جبنا المية وحطيناها على النار، قعدت تغلي، تمام، اتكون عندي بخار الماء، تمام، يبقى ده يعتبر برضو نوع من انواع التغيرات الفيزيائية. طب لو انا جبت لو جبت لوح زجاجي كده وهي المية بتغلي، حطيت لوح زجاجي كده من فوق بارد، اي مثلا لوح زجاجي او اي صاج مثلا يكون بارد، هنبص نلاقي ان هيتكون عليه قطرات من الميه، يعني البخار دوت هيبتدي يطلع يخبط في الساق الزجاجيه، هيتكثف وهيتحول الى قطرات ماء. طبعا قطرات الماء اللي هتتساقط دي لو جيت برضو شفتها هنلاقي ان هي ميه عاديه خالص، اتغير شكلها بس من الصوره الغازيه الى الصوره السائله، ولكن ما اتغيرش اي شيء تاني، اتغير الشكل بس، فبعتبره تغير فيزيائي. لما اجي احط الميه وادخلها الفريزر هتبقى تلج، وبرده ده يعتبر تغير فيزيائي. يبقى كل التغيرات التي تحدث للماء يعتبر كلها تغيرات فيزيائيه. ليه بقى ليه بعتبرها تغيرات فيزيائيه؟ لو لانها تغير في الشكل وليس في التركيب. يبقى تحول الماده الماء سوري انا اسف تحول الماء من الصوره الصلبه الى الصوره السائله ده بعتبره تغير فيزيائي. غليان المياه تغير فيزيائي. تكثف المياه تغير فيزيائي. تجمد المياه تغير فيزيائي. طب ليه تغير فيزيائي؟ هقول لانه يتغير الشكل وليس يتغير التركيب. تغير في الشكل وليس في التركيب. لما اجي اتكلم عن الشمعة بالذات، الشمعة فيها جزء كده مختلف. لو انا جبت الشمعة وولعت فيها، هنبص نلاقي ان الشمعة ده هيسيح وهيتكون هنا، بس المادة اللي اتكونت تحت دي هي شمعة زيها زي اللي فوق بالظبط. يبقى ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر انصهار الشمعة، بعتبره تغير فيزيائي برضه، لانه تغير في الشكل وليس في التركيب. اتغير شكل بس الشمع، فبعتبره تغير في الشكل وليس في التركيب، تغير فيزيائي. احتراق الفتلة بقى ده شيء تاني، احتراق الفتلة اللي جوه الشمعة شيء تاني، لكن ذوبان الشمعة او انصهار الشمعة بعتبره تغير فيزيائي، لانه تغير في الشكل وليس في التركيب. طيب جبت مكعبات السكر، تمام، وطحنتها في المطحنة ديت، اتحولت لبودرة من السكر. اجي ادوق مكعبات السكر وادوق سكر البودره، هلاقي طعم واحد، نفس الطعم ما بيتغيرش خالص، بس اتغير الشكل من صوره مكعبات مثلا او قطع لصوره بودره. يبقى ده برضو بعتبره تغير فيزيائي، لانه تغير في الشكل وليس في التركيب، تمام. يبقى لان السكر طعمه زي ما هو، طالما اتغير الشكل بس وليس في التركيب هعتبره تغير فيزيائي. طيب هنا بقى في تجربه تانية مختلفه شويه. جبت كوبايه وحطيت فيها معلقه ملح وقعدت اقلبها، تمام، الملح هيدوب، تمام، وهيتكون عندي محلول ملح زي اللي احنا شايفينه ده. جبت المحلول الملح ده حطيته كده في بوتقه او في طبق معين بيتحط على النار، هنبص نلاقي ان الميه هتتبخر وهيرجع الملح تاني يتكون. نقول تاني جبت ملح دوبته في ميه عملت محلول ملحي اهو. جبت الملح دوت ورحت حطاه في بوتقه او حطيتها في طبق كده ينفع يتحط على النار، هنبص نلاقي ان الميه هتتبخر وهيبقى لي ملح تاني. يبقى ده اعتبره تغير ايه؟ هقول برضو تغير فيزيائي. يبقى نقول ذوبان الملح تغير فيزيائي، ايوه تغير فيزيائي، لان برضو تغير في الشكل وليس في التركيب، لان الملح هيظل ملح. يعني الملح بعد ما دوبته هنا
وبخرته رجع ملح تاني، يبقى ده تغير فيزيائي. التغير الكيميائي لما ناخده هنبص لانه لا بيتغير تماما، يعني التغير الفيزيائي تغير في الشكل وليس في التركيب. يعني احنا خدنا كده مثال، خدنا مثلا حالات الميه سواء تجمد سواء تكثف سواء انصهار سواء تبخر، كلها تغيرات فيزيائيه. الشمع تغيرات فيزيائيه، الملح تغيرات فيزيائيه، كل دي تعتبر تغيرات فيزيائيه، لانها تغير في الشكل وليس في التركيب. يبقى انا لاحظت في كل التجارب اللي انا قمت بيها كلها، لاحظت ايه؟ لاحظت ان الشكل بيتغير تمام، لكن التركيب ما اتغيرش. الماده اللي نتجت في الاخر ماده مختلفه، لا لم ينتج منه ماده جديده، ولم يغير تركيب الماده، فظلت محتفظه بخواصها. زي السكر، السكر لما اتطحن فضل طعمه مسكر. الملح لما برضو دوبته وعملت له الغليان برضو رجع ملح تاني، ما اتغيرش، ما اتكونتش عندي ماده جديده، يبقى لم يتغير تركيب الماده. ويمكن استرجاعها، يمكن استرجاعها، لان انا اقدر ارجع الملح تاني في حاله ذوبانه. يبقى التغير في التغير الفيزيائي بيكون تغير في الشكل، لم ينتج عنه ماده جديده، لم يغير في تركيب الماده، يمكن استرجاعها لحالتها الاولى. يبقى انا خدت كده يعتبر، شوف بقى امثله للعمليات التغيرات الفيزيائيه كلها: الطحن زي طحن السكر او الملح، الذوبان زي ذوبان الملح والسكر، دورة التلج اللي هي الانصهار والتبخر والتكثف والتجمد، التقطيع او القص قطع الورق او قص الورق، التشكيل زي الطرق والسحب والسني، الانصهار زي الشمع والحديد والنحاس والشوكولاتة مثلا، التكسير زي الحجارة والزجاج، إعادة تصنيع او تدوير الورق. كل دي بعتبرها تغيرات فيزيائية. طب ليه هقول اي واحدة من دول قلت ليها تغير فيزيائي؟ هقول لانه تغير في الشكل وليس في التركيب تمام. وعايزه اقول على حاجه، موضوع اللي هو اعاده التدوير، يعني الورق لما بيتقطع بيرجعوا يجمعوه تاني ويعملوا منه ورق تاني، تعتبر تغيرات برضه فيزيائيه تمام. والانصهار، انصهار الشمع زي فناء او انصهار الشوكولاته او انصهار الحديد، كلها برضه تغيرات فيزيائيه لانه تغير في الشكل وليس في التركيب. يبقى احنا في الدرس بتاع النهارده، احنا خدنا في الدرس الرابع اتكلمنا عن ان انا عندي نوعين من انواع التغيرات، عندي تغيرات فيزيائيه وتغيرات كيميائيه. اللي درسناه النهارده التغيرات الفيزيائيه، وان شاء الله هنشرح التغيرات الكيميائيه في الفيديو الجاي. وعايزه اقول على حاجه، التغيرات الفيزيائيه والتغيرات الكيميائيه مهمه جدا، لانه بيبين لنا ايه الفرق بينهم تمام. وانا قلت قبل كده ان الفيديوهات اللي فاتتنا نقدر نرجع لها تاني. لما اجي اتكلم عن التغيرات الفيزيائية، قلنا هي تغيرات تحدث في الشكل وليس في التركيب، وقلنا ازاي نثبتها. قلنا انصهار التلج تغير فيزيائي، قلنا تبخر الماء تغير فيزيائي، قلنا تكثف الماء تغير فيزيائي، قلنا تجمد الماء تغير فيزيائي. وهقول ليه؟ لانه تغير في الشكل وليس في التركيب. ودي بسميها كلها على بعضها دورة التلج، دورة التلج تغير في الشكل وليس في التركيب. لما اجي اتكلم عن انصهار الشمع، قلنا انصهار الشمع برضو تغير فيزيائي، لان الشمع بيسيح ويرجع يتكون هنا نفس الشكل تقريبا، يعني الشكل قصدي بيتغير ولكن نفس التركيب، اقول انه تغير في الشكل وليس في التركيب. طحن السكر، طحن مكعبات السكر، طعم السكر ما اتغيرش، يبقى تغير في الشكل وليس في التركيب تمام، تغير في الشكل وليس في التركيب. لما جينا اتكلمنا عن ذوبان الملح، تغير فيزيائي، واثبتنا ده ازاي؟ قلنا لما نيجي نقلبه وجيت حطيته في طبق وولعت عليه النار، هنبص نلاقي انه هيتبخر وهيبقى لي الملح تاني، يبقى ده تغير فيزيائي لانه تغير في الشكل وليس في التركيب. معنا بقى كل الامثله زي الطحن، الذوبان، دوره التلج، التقطيع، التشكيل، الانصهار، التكسير، اعاده التصنيع او التدوير، كل دي بعتبرها تغيرات فيزيائيه لانها تغير في الشكل وليس في التركيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب، ويا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه.